بدت السماء بوسعها النوار واستمطرت فرحا ونهرا جاري وبدا أريج الصحو في ساحاتنا فالسعد لا يلقاه أي بواري هذا أبي والمفردات تحجرت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أحبابنا الصغار، كيف حالكم اليوم؟ اليوم حكايتنا تتحدث عن أول من عاش على الأرض وعمرها بالذرية، وهو أول إنسان خلقه الله تعالى الملقب بأبو البشر. هل عرفتموه؟ نعم نعم، إنه أبونا آدم عليه السلام. هيا بنا نتعرف على قصة خلق آدم عليه السلام. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا نبدأ. إن أول ما كان الله تعالى وحده، ثم خلق العرش وخلق الملائكة وخلق الجن الصالح منهم وغير الصالح، وخلق السماوات والأرض وما فيهن، وخلق المخلوقات كلها. ما أخبر الله الملائكة أنه يريد أن يجعل خليفة في الأرض، خلق أبونا آدم عليه السلام، وكان بداية خلق أبو البشر أن الله تعالى أخذ قبضة من تراب، ثم مزج التراب بالماء، ثم سواه الله تعالى على هيئة البشر ونفخ فيه من روحه، فإذا هو إنسان يتحرك. ثم فتح آدم عليه السلام عيناه وجعل يتعلم ما يعلمه الله من أسماء الأشياء مثل الشجر والثمر وغير ذلك. ثم بعد ذلك أمر الله الملائكة بالسجود، سجود تكريم، فسجدوا الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس لم يسجد تكبرا وعصيانا، ومن حينها أصبح عدوا له ولذريته. ووعده الله بالنار هو ومن اتبعه. قال تعالى: قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. مقر آدم عليه السلام الجنة، يمشي فيها ويتنعم، لكن آدم شعر بالوحدة والوحشة، فجعل الله تعالى زوج حواء زوجة لآدم عليهما السلام، فأصبحت الجنة أكثر أنسا وأمنا مع أمنا حواء عليها السلام. شاء الله تعالى ألا يطول بقاء آدم وحواء في الجنة. هل تعلمون يا أحباب الأطفال لماذا أنزل الله أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليها السلام إلى الأرض؟ نعم نعم، عندما وسوس لهم الشيطان أكل الشجرة التي منعهم الله أكل ثمارها، فأهبط الله آدم وحواء إلى الأرض وخرجا من الجنة، فندموا على عصيان الله وتابوا. قال تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. باب الصغار، هل تعرفون من أي شيء خلقت أمنا حواء عليها السلام؟ اكتبوها لنا في التعليقات. وفي الختام لا تنسوا يا أحبابي من هو عدونا، وإلى اللقاء يا أحباب في حكاية جديدة. استودعناكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جادك الأشجاري.